السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. فيديو جديد من فيديوهات الأوتبوت الخاصة بالجافا سكريبت. طيب، قدامك مثال دلوقتي بيقول لك إيه فانكشن بيرسون، ده فانكشن كونستراكتور. واخد فيرست نيم ولاست نيم وبي اكسس، بقول له الزيس دوت فيرست نيم بيساوي الفيرست نيم والزيس دوت لاست نيم بيساوي اللاست نيم. طيب، قال لك بقى دلوقتي أنا هعمل أوبجيكت من هذا الكونستراكتور بتاعنا، بقول له اوبجكت اسمه ليديا بيساوي نيو بيرسون والاسم بتاعك ليديا والاسم الغريب ده، وكل الثاني اسمه ساره والبيرسون برضو بينده نفس الاوبجكت بس بدون كلمه نيو، ومديله الكي بتاعك اسمه ساره والفاليو اسمه. طبعا ده اوبجكت اورينتد، لو انت لسه مش واخد بالك من او ما ذاكرتش الاوبجكت اورينتد روح طبعا للليسته بتاعت سوق العمل هتلاقي فيها الاوبجكت اورينتد بالتفصيل ممل باذن الله. طيب، هنا بيقول لك اداك المثال ده وانت طبعا عندك فكره عن اوبجكت اورينتد، فالكونسول لوج الاول اوبجكت هيطلع ايه وتاني اوبجكت هيطلع. طيب، هو بالفعل لو انت شغلت الكود من غير ما تقوله بنفسك يعني هيطلع الاختيار اللي اسمه ايه. طيب ليه بقى؟ قال لك والله المشكله كلها في كلمه نيو. النيو بتعمل ايه يا شباب؟ نيو بتعمل اوبجكت فاضي اسمه ذس. ركز في الحته دي، انا بنده الكونستراكتور فانكشن او الفانكشن اسمها بيرسون عن طريق كلمه نيو، فهو بيعمل ايه؟ لو انا وريتك اهو، هو بيعمل بالفعل بيجي كده بيعمل فاريبل اسمه ذس، كانه ذس يعني بيعمل اوبجكت فاضي وبيخلي القيمه بتاعته بذس. حلو، عملت اهو عشان ما حدش يتلخبط الله يستر. بكلمه نيو بتعمل ايه؟ بتعمل اوبجكت فاضي وبتخلي الاوبجكت فاضي بتساويه بالذس بتاعتي. طيب حلو، وبعد كده بتبدا تحط القيم بتاعتي ذس دوت فيرست نيم، ف يتفتح كده الاوبجكت ده ويتحط فيه كلمه فيرست نيم والفاليو بتاعته اللي جايه من الفانكشن اللي اسمها ليديا مثلا ولا ايا كان، وبرده كمان الفاليو اللي هي اللاست نيم، وبرده الفاليو اللي هي هلا لا 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 ليديا. ما شاء الله. طيب، وبعد كده بيعمل ايه؟ بيعمل في الاخر بعد ما بيحط القيم بتاعتي بيعمل ريتيرن للزيس. مين بقى اللي بيعمل الكلام ده؟ كلمه نيو. كلمه نيو بتبدا تعمل اوبجكت فاضي وبتساويه بالزيس بالشكل ده، وبعد كده بتحط الفاليو جواه الفيرست نيم واللاست، كانك عامل اوبجكت اسمه حماده وبتضيف جواه حماده دوت نيم وحماده دوت ايدج والكلام ده كله، وفي الاخر بترجع حماده ده. نفس الفكره بالظبط، النيو بتعمل زيس، بتعمل اوبجكت فاضي وبتخليه بالزيس وتقعد تاكسس جواه، وفي الاخر بتعمل لك ريتيرن للزيس دي. فعشان كده ليديا دي هيطلع فعليا الاوبجكت اللي هو مظبوط اللي فيه كلمه الفيرست نيم بليديا واللاست نيم بهلالي دي. طيب، اما السطر الثاني انت مش كاتب نيو، انت بتنده الفانكشن انها عاديه خالص اللي هي كانها فانكشن عاديه، فاصبحت الزس اللي جوه دي مش عايده على الاوبجكت يا باشا، دي اصبحت الزس دي عايده على الويندو في فيديو في ليستد غالبا الليسته دي برضو بتكلم فيها عن الزس، فممكن تبص على الفيديو برضو. قلنا ان احنا الزس في حاله الفانكشن العاديه بتكون عايدة على الويندو، لكن كلمة نيو اللي قبليها دي خليتها عايدة على الأوبجكت اللي أنت بتعمله. طيب، فالبيرسون ده أصبحت الزس عايدة على الويندو، فللأسف للأسف مش هيرجع لك إيه؟ هيقول لك undefined. يعني اللي راجع من هنا أنت مش بتعمل ريتيرن الحاجة، النيو هي اللي بتريتيرن الزس اللي كريتته أو الأوبجكت اللي كريتته، أما البيرسون قال لك لا، لو أنت ناديتها من غير كلمة نيو هيرجع لك undefined. هتلاقي ساعتها الفيرست نيم واللاست نيم موجودين جوه الويندو، لان الزس دي عايده على الويندو في الحاله بتاعه ان انت بتنده الفانكشن بشكل عادي. مش مصدقني؟ لو انا عملت اهو لقيت في الحاله الاولانيه بالفعل، طبعا نشيل كله اهو، لقيت اول حاجه البيرسون بتاعك تبع ليديا دي، اما ساره اعملها لك بالشكل ده اللي هو undefined. لكن لو جيت قلت لك دلوقتي اطبع لي الفيرست نيم هتلاقيه فعليا اتطبع بساره، ولو لاست نيم اتطبع برده بسميث. ليه؟ لانهم دلوقتي جوه الويندو اهو. لو انا كتبت لك اهو ويندو دوت فيرست نيم هتلاقيه في الفعل موجود، لان الزس اللي هنا في الحاله الثانيه دي اصبحت عايده على الويندو، فانك كانك بتقول له يا ويندو خد جواك الفيرست نيم وخد جواك اللاست نيم. ما هو الويندو اوبجكت، حط بقى جواك الفيرست نيم وحط جواك اللاست نيم. واضحه كده؟ يبقى خلي بالك لما تيجي تنده بالنيو او تنده من غير النيو. بس كده يا سيدي، الاختيار طبعا بتاعنا الاختيار اللي هو هيكون الاي، الاي بتاعتنا مظبوطه واند اندفايند. اوبجكت البيرسون مظبوط واندفايند. ممتاز جدا، ما ننساش دايما ندعي ان ربنا يحسن خاتمتنا ويثبتنا عند السؤال. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.